مرحبا بك أستاذ أيمن معنا في هذا النقاش. برأيك ما هو الهدف من زيارة أسياس أفيورقي الرئيس الإريتري إلى مصر الآن؟ خامس زيارة. يعني أولا نقدر نقول على الرئيس أسياس أفيورقي أنه أصبح هو حكيم أفريقيا حاليا، يعني وعنده خبرة ممتدة من بداية التسعينات وما قبلها من وقت الكفاح المسلح لاستقلال بلاده. ومن منطلق كونه حكيم أفريقيا حاليا فهو بيقوم بدور مهم جدا، زي ما قال سعادة السفير سابقا، يعني تأمين وجر منطقة القرن الأفريقي للاستقرار الحقيقي. ده دور قام به أسياس أفورقي على مدى السنوات الأخيرة، ولذلك كان في لغط كثير حول يعني اعطاء ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي جائزه نوبل، لانه كان المفروض انه يكون أسياس أفورقي شريك في هذه الجائزه. من المنطلق ده اعتقد ان الزياره ديت وهي تقريبا الزياره السادسه لمصر في عهد الرئيس السيسي، وسبقها قبل كده زياره لاديس ابابا، اعتقد في تقديري الشخصي ان هي مرتبطه بتهدئه الاوضاع في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل وأزمة سد النهضة، فضلا عن ما أشرت سيادتك وما أشرت. لكن المنطقة المتعلقة بمضيق باب المندب أستاذ أيمن والبحر الأحمر، وطبعا يعني منطقة مهمة استراتيجيا بالنسبة لإريتريا وبالنسبة أيضا لمصر. طبعا هو يعني جزء مهم من أمن أفريقيا بشكل عام وأمن المنطقة العربية بشكل خاص هو البحر الأحمر وباب المندب والأزمات الكثيرة اللي فيه منذ سنوات، خصوصا في اليمن، في الصومال، الحروب والأزمات اللي كانت بين إريتريا وأثيوبيا، الأزمات اللي في السودان سواء الداخلية أو المتشابكة مع دول الجوار سواء مع إريتريا أو مع أثيوبيا، كل هذه الأزمات بتعمل على عدم الاستقرار في المنطقة بل وتزيد حدة التوتر فيها. أعتقد أنه الزيارة دي برضو بتخص موضوع عودة الاستقرار للمنطقة ودفعها الى حافه الامان بشكل اكبر مما هو عليه، لانه طيب العالم يتاثر بعضه ببعضه في نعم طبعا لهذه الزيارة يعني بعدان، بعد المتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وإريتريا، لكن هناك أيضا البعد الأوسع والأشمل وهو يعني الإفريقي في إطار هذه المظلة الجامعة للدولتين، وأيضا الدائرة الأوسع لاهتمام مصر ولأمنها القومي. كيف تقرأ التعامل الآن أو يعني محددات السياسة المصرية فيما يتعلق بالتعاطي مع الملفات الإفريقية؟ صحيح هناك خصوصية لكل دولة تختلف عن الأخرى، لكن في النهاية بالتأكيد سيكون هناك محددات عامة. المحددات العامة أن مصر بتتعامل في كل القضايا الإقليمية والدولية بنبل وبشرف الدولة الكبرى، وبالتالي المساعدات من المنطلق ده المساعدات المصرية اللي بتقدمها سواء على مستويات متعددة سواء على مستوى العمل في المصالحات بين الدول، حتى انها اشتركت كانت في فترة التسعينات اشتركت في الصلح او عملت على المصالحة بين إريتريا وأثيوبيا، ملفات كثيرة سواء في ليبيا او في دول كثيرة من الدول القارة الأفريقية. الامر المهم انه كل دوله زي ما سيادتك تفضلتي انه كل دوله لها خصوصيه في العلاقات مع مصر من جانب او من اخر، لكن المحددات الرئيسيه هي انها بتتعامل على الدعم، دعم الاستقرار في المنطقه وعدم يعني دفع المنطقه الى التوتر، ولكن العلاقات او الاعمال اللي بتقوم بها القوى الدولية المعادية لمصر وللمنطقة العربية والراغبة والتي تعمل على تفتيت المنطقة من خلال أيديها أو أدواتها في المنطقة زي تركيا وقطر وإيران وغيرهم، وهم برضو هذه الدول لهم أطماع كبرى في المنطقة الأفريقية، فبالتالي على مصر عبء كبير في محاولة فك
او حلحله الملفات بحيث ان يكون كل دوله لها خصوصيه في العلاقه او في التعامل بما يضمن الاستقرار سواء لمصر او للدوله نفسها او للمحيط الاقليمي او المحيطين الاقليميين الحقيقيين يعني العربي والافريقي. نعم، طيب العلاقه بين القاهره واسمره طبعا ليست علاقه جديده، ليست وليده يعني اخر 6 7 سنوات، هي علاقات تضرب في جذور التاريخ بين القاهره واسمره. الى اي مدى يلعب الارث التاريخي دورا مهما في العلاقات بين البلدين، او ما الذي يمكن ان يعني تستفيد مصر منه في هذا الموضوع من وجهه النظر التاريخيه؟ الحقيقه من وجهه النظر التاريخيه مصر هي الراعي والحليف الاساسي لتركيا، واحنا ما ننساش ان تركيا جابت التحرير لاريتريا، ما ننساش ان جابت تحرير الاريتريا الاريتريا كان انشات في مصر، مصر رعت الجبهه ودعمت اريتريا حتى الاستقلال، ولذلك الاريتريين يعني يصونون هذا الدعم ويحافظون على الود مع مصر، وتقريبا مصر هي اكثر الدول علاقاتها التاريخيه المتميزه سواء من خلال العمل السياسي والدعم في المحافل الدوليه والدعم اللي كانت بتقدمه مصر، او العمل التنموي وخصوصا على مستوى التعليم والازهر. كذلك الصندوق الدعم او التنميه، الصندوق الافريقي في وزاره الخارجيه اللي بيقدم كثير من الـ يعني المنح والخبرات المصريه الممنوحه لاريتريا في كثير من المجالات، وهو ده اللي برضه في هذه الزياره تقريبا في اتفاقيات، اعتقد انه يعني تم الاتفاق على كثير من الاتفاقيات في مجالات مختلفه، سواء زياده الدعم اللي بتقدمه مصر من خلال الصندوق في وزاره الخارجيه، او من خلال الخبرات من مختلف القطاعات الأساسية في مصر وعلى مستوى البنية الأساسية زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، ولذلك أو أعتقد إن ده هيعمل على يعني مساعدة إريتريا كثيرا، لأن إريتريا تعاني من وضع إلى حد ما اقتصادي صعب، تنقصها خبرات، عندها نقص في الخبرات وخصوصا في مشروعات البنية الأساسية والتحتية. نعم، يعني في تقدير ان ده في تسريع الفتره الحاليه للتعاون المشترك المثمر في هذه المشروعات وفي تامين البحر الاحمر كبحيره عربيه يجب تامينها بشكل كبير للعالم كله، ليس لمصر وقناه السويس فقط ولا للعرب لكن للعالم كله. طيب السؤال الأخير يعني إذا تكرمت أستاذ أيمن باختصار، كيف تقرأ الاتجاه الذي تذهب فيه أو تذهب إليه مستقبل هذه العلاقات؟ يعني أعتقد أنه العلاقات الإريترية المصرية في يعني دائما مستقرة، فيها ود، يعني حرصهم الحرص المتبادل من مصر وإريتريا على دعم العلاقات ويعني تنميتها بشكل جيد بما يحقق مصالح الطرفين، اعتقد العلاقات مستقره ومستمره في الازدهار بين البلدين ولمصلحه البلدين ولمصلحه دول القرن الافريقي بشكل عام. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن السيسي، نائب رئيس تحرير الاهرام والمتخصص في الشؤون الافريقيه.